هيحصل، ومن الواضح ان ده السيناريو اللي موجود دلوقتي. فانا بستأذنك، انا ممكن ابعد ال3 ايام دولت وابعد عن المباراة القادمة علشان الاجواء تبقى كويسة، تقدر تشتغل في هدوء، الناس تسكت بقى وتركز مع الفرقة، ومش هيبقى فيه اكيد بوستات اول ما يعرفوا ان انا خلاص مش هلعب ومش موجود. وده بالفعل حصل، واللي راح الاستاد كانت ناس واعية جدا، واحد شجعت الفرقة وقفت مع اللعيبة، وهو ده كان الهدف. كان صعبان عليا، ما كنتش من عادتي ان انا اخد الخطوه دي، كان نفسي ان انا اقف واتحدى واقول اللي بيشتم يشتم وده ما بيفرقش معايا، وده حصل معايا كتير جدا، ومع ذلك نجحت في الاخر وكملت في هدف يا كابتن هاني. ولكن انا فضلت استقرار التيم وتركيز الجهاز الفني واللعيبه على حساب نفسي، والحمد لله كنت اسعد واحد في الدنيا امبارح ان احنا حققنا المكسب ضد بيراميدز، واحمد يحيى لعب وعمل ماتش كويس، لان في الاخر النجاح هو نجاح بيتحسب للتيم ككل، لنادي الاتحاد. فمن هنا بدات بقى التحدي الجديد ان شاء الله الفتره الجايه، اما ارجع دخلت بقى بعد ماتش 2 3 4، التحدي هيبقى في الملعب مش في الكلام. انا مش من عوايدي ان انت تشتمني واطلع انا ارد عليك، مش انا ما بعملش كده، انا ردي عليك مستوايا اللي هتشوفه، ادائي اللي انا هكمل بيه. فانا اللي ما يعرفنيش من بعض الجمهور اللي موجود في اسكندريه، او بعض الجمهور اللي انا مش عارف هو فعلا منتمي لنادي الاتحاد ولا هو موجود وخلاص، لان انا شايف ان في جمهور على السوشيال ميديا فقط لا غير يا كابتن هاني، ما بشوفوش بيدعم خالص الفريق، ما بشوفوش بيبقى موجود في الاستاد ورا الفريق، لا اللي موجود بعض الناس اللي بيجوا، وبعض الناس اللي انا بقابلهم في الشارع الطيبين، الناس القدام اللي بيحبوا نادي الاتحاد مفهوم. من زمان. ولكن انت مشجع نادي الاتحاد من خلال السوشيال ميديا، لا انا مش عاوزك سوشيال ميديا، عاوزك تبقى موجود متواجد، عاوز احس فعلا ان انت بتحب النادي. تمام. لا طيب اللي بيحصل الراحة ده دي كانت مباراة بيراميدز وبالتالي ستعود لمباراة الجونة، ولا أنت طلبت راحة لفترة ما؟ لا، رجعت النهارده التمرين كابتن هاني مع الفرقه اول يوم، واديت بقى المساحه للكابتن عماد، تمام يعني انا خلاص موجود. انا يمكن اللي انا عملته ده كان تجربه، وانا موجود في دجله مع مستر تاكس، كان في ضغط ماتشات، وبعدين كنت شايل المسؤوليه وطول الوقت صح مسؤوليه كبيره، فلقى ان احنا داخلين على اخر 11 ماتش، فقال لي انا محتاج اريحك ماتشين، تبعد خالص وتفصل خالص علشان تبقى في باور وفي شحن جديد نقدر نكمل بيهم بقيه الموسم. بالفعل قعدت ماتش الانتاج وقعدت ماتش اسوان، رجعت على ماتش الزمالك وتعادلنا 0-0، وكان من احسن ماتشاتي، صح. ثم خدت بقى بقيه الماتشات، فكان في نشوه كده وحافز ان انت عاوز ترجع تاني، صح رغم ان انا كنت قاعد وانا كسبان والدنيا كانت كويسه، ما كانش في خالص اي خسائر مفهوم ولا هبوط في المستوى ولا حاجه. مفهوم فخدت الفكره من هنا وقلتها، عشان كده اخدت ال3 ايام اللي فاتوا، ما هو انت في الجيم بعدت خالص عن الضغوط عن اي حاجه. المكسب كان مكسب حلو قوي امبارح، رجعني النهارده مبسوط مع اللعيبه، بدات خلاص التمرين، اديت بقى الاوبشن للكابتن عماد وكابتن محمد فتحي، انا خلاص موجود معاكم في التمرينات، الوقت اللي تشوفوا فيه ان انا اخش ضمن القايمه، تمام والوقت اللي تشوفوا فيه ان انا اخش ضمن التشكيل الاساسي، دي بقى حاجه فنيه حلو، بتاعتهم هم. واضحة جدا واضحة جدا. هل في حد من الجهاز الفني، سواء الكابتن عماد النحاس أو الجهاز الفني ككل، مدربك مثلا في حراس المرمى، لموك على مستواك في المباراتين السابقتين، بعيدا بقى عن الآراء الجماهيرية سواء كانت حقيقية أو كانت مغرضة؟ هو طبعا قبل ما حد يلومني على حاجه، لازم انت تبقى صريح مع نفسك وتبقى تمام عارف انت ايه المواقف. لا انا في الماتش الاولاني كان في خطا في الجون الاولاني، والاجوان الباقيه تمركزات صح، ممكن ما يبقاش كان في توفيق ان انت بتقف صح وبتتشاط، بس برضه في لعيب بيحط ويركز ويبقى في ايوه توفيق ليه. الماتش الثاني في الجون الثاني في ماتش فيوتشر، فاول احمد رفعت، من المواقف الغريبه اللي عدت عليا ان انت تلعب صح وواقف وشايف الكوره وحاطط حيطه بتاعتك كويسه، والكوره بيبقى في توفيق ان بتيجي في الحته اللي فيها صح التراب وما تطلعش تاني، رغم ان انت متمرن كتير على الحاجات دي وعلى التصويب ده، ولكن حظك يعني الكرة طبيعية بتضرب في الأرض وبتطلع عالية شوية، فأنا كنت عامل بوزيشن اللي ده، فجأة حطيت إيدي عليها، فجأة لقيتها ما طلعتش وكان المسافة قريبة، فنزلت من تحت إيدي فدخل الجول.
طبعا الناس بتبقى محتاجة تشوف مستوى أحسن ومستوى ثابت ومكسب، وفي الخسارة دايما الحاجات السلبيات بتطلع. فأنا عارف ممكن أبقى غلطان في إيه، ممكن أبقى حاصل دروب في إيه، ممكن تركيز أعلى تركيز أوطى. الكابتن عماد بيتكلم معايا على طول، الكابتن محمد فتحي، إن طول الوقت عارفين إن الخبرات بتاعتي تقدر تعدي المواقف ديت، تمام وهم حتى كان في كلامنا ان مش لوحدك، ان ما كنتش موفق، لا التيم صح كله ما صح كانش يومه، لان لو لعيب او اتنين او تلاتة مش كويسين، لا السبعة كابتن هاني او الستة ممكن بيتأثروا معاهم يقلبوا الجيم. 100%. وده اللي حصل امبارح، ان انت امبارح عشان اللعيبة كلها كانت كويسة فكسبت الماتش وكنت ملتزم وكويس. فانا عن نفسي دايما دايما والله كابتن هاني، اي مباراه حتى لو عامل فيها 100% والناس كلها شايفه ان انا واو ما حصلتش، لازم اطلع لنفسي اي فعلا حاجه اشتغل عليها واتطور ممتاز. انت واتحملها علشان كل يبقى ما عندك. ذكرته انت في خلال المداخله دي من وجهه نظري يدل على طريقه سليمه في التفكير، يدل على انك يعني ناضج بشكل يكفي لانك تتعامل مع مواقف زي دي، سواء في تحليلك للموقف اللي انت فيه او للفرقه فيه او حتى لطلبك من اجل يعني شحن نفسك للمرحله اللي بعدها. ده كله، ده غير طبعا ان وصولك لما شاء الله المرحلة دي من عدد المباريات ومن المواسم المتتالية يدل على نضج وعلى انك مش سهل انك تقف قدام ازمات او مواقف صغيرة زي دي.